إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. فيديو اليوم الإخوان غادي نشارك معكم مجموعة من الصور مقاطع فيديو تتوثق الوقفة الاحتجاجية اللي قامت بها الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، وقامت بها بالخصوص بالضبط أمام مقر السفارة ديال المملكة المغربية في روما اليوم مع الصباح، مع 9 الصباح 8:30 الصباح. Allora, prima scusate ragazzi, prima chiediamo scusa per tutti i giri della polizia che hanno lavorato qua, che mi danno rispetto. Okay. Allora, l'ambasciata del Marocco che non vuole lasciare nessuna dichiarazione scritta, filmata. Allora, mi mandano ancora un po' di noi andiamo via di qua. L'ambasciata di Marocco, noi non andiamo via di qua perché siamo tutti, siamo stati e siamo tutti questi qui qua a lasciare il lavoro. Corrono qua e vanno per la strada, il giorno dopo si vede che tutti i suoi tagini è ancora qua, ancora questo casino qua, fino a che datti voi una carta scritta, timbrata, che valida. Con la voce non si dice nulla, queste gente erano fatte la strada per arrivare qua, non solo per parlare, però per avere una documenti valida, perché noi non vogliamo andare via di qua senza risolvere questo problema. No, راه ما غاديش ندخلوا عندكم، ما غاديش نهضروا معاكم حيت كذبتوا علينا ثلاثة المرات. حيث كون عطيتونا قامت مجموعة من تمثيلية ديال أبناء الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا للقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر السفارة للاحتجاج على موضوع رخص السياقة. فين وصلوا موضوع رخص السياقة؟ وتنعرفوا بأنه مشكل عويص تيسبب مجموعة من المشاكل الإخوان والأخوات ديالنا. كاين الناس اللي فقدوا العمل ديالهم بسبب عدم توفرهم وعدم امكانيتهم على تحويل رخصة السياقة المغربية الى الايطالية، وخاصة النسخة الجديدة. هذا مشكل، هذا ولينا تنعيشوه مع النسخة الجديدة. ما كاينش تحيين الاتفاقية ما بين البلدين وما بين المغرب ومجموعة من الدول الاخرى، رغم انه كل مرة يطلع عندنا مسؤول بوعود كاذبة، اخرهم هو بن ناصر بوعجل اللي هو المدير ديال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كذلك مجموعة من المسؤولين، مجموعة من الفاعلين الجمعويين، مجموعة من أصحاب المواقع وأصحاب القنوات. كل مرة تيطلعوا على الإخوان تيقول لهم تنطمنكم أنه الشهر المقبل، الأسبوع المقبل كاين وعود، وما كاين لا وعود لا والو. وخير دليل هو أنه مشكل طال أكثر من 3 سنوات، فلا يعقل أنه مشكل بسيط أنه يتم تحيين اتفاقية بالعلم، مع العلم أنه خلال فقط في هذه 4 شهور الأخيرة كانوا مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى. مجلس النواب، رئيس مجلس النواب كان هنا في ايطاليا، كان وزير الخارجيه، كان بن ناصر بوعجل شخصيا كان هنا في ايطاليا، كان مجموعه من المسؤولين، كان وزراء هنا. ما تنعرفش علاش ما تطرقوا حتى لهذا الموضوع، هذا ولا هذا الموضوع ديال تغيير رخصه السياقه وتحيين هذه الاتفاقيه ما تيهمهمش. هنا يجب تنطلبوا المسؤولين والسلطات المغربيه تتحرك بعجاله لتحيين وتحديد هذه الاتفاقيه، خاصه انه كاين اخوان اللي فات منهم داروا شهاده السكنه هنا في ايطاليا، وتنعرفوا انه بعد مرور 4 سنوات رخصه السياقه المغربيه ديالهم ما بقات عندها حتى شي قيمه، ولات ورق فقط، يعني كيوليو مجبرين باش يدوزوا الامتحان ويحصلوا على رخصه السياقه الايطاليه هنا في ايطاليا، ما تبقاش تنفعهم رخصه السياقه ديالهم المغربيه. فكفانا من الاستهتار، كفانا من التماطل، كفانا من يعني عدم اعطاء الاولويه لمشاكل الاخوان والاخوات ابناء الجاليه. انتم بالنسبه لكم تتبقى الجاليه دائما هي الجاليه، هي المورد الوحيد للعمله الصعبه فقط. فكلنا مشاكل، ابناء الجاليه عامرين المشاكل من رجلهم حتى راسهم، ولكن من بين الاولويات اللي تنطلبوا بها وتطالبوا بها كذلك اغلب الاخوان والاخوات، هو يجب حل مشكل رخص السياقة الإخوان والأخوات ديالنا باش يتمكنوا، باش يزاولوا حياتهم
بشكل عادي بشكل طبيعي بحالهم بحال ايها الناس. يعني تنعرفوا الناس من غير ما نقول لكم حتى في المغرب كذلك، ولكن بالتحديد هنا الاخوان كاين بعض الاخوان الا ما عندوش السياره تتكون حياته ناقصه، تيكون السكن ديالو في مناطق تتكون نائيه او معزوله، ما تيكونش فيها وسائل النقل بواحد الشكل اللي تيخلي انه يزاول حياته بشكل طبيعي انه يمشي للخدمه في بعض الاوقات اللي تتكون اما دوريات ديال الليل تيكون تورنو ديال الليل. يعني خصو يكون عنده سياره، ستلقى الشخص عنده رخصه السياقه المغربيه النسخه الجديده عنده سياره، ولكن ما عندوش الامكانيه ديال يسوق لانه الرخصه ديالو السياقه ما عندوش الامكانيه باش يغيرها. فكفانا من التلاعب، عطوا واحد شويه، عطوا اولويه لهاد الملفات لانها ملفات ساخنه ديال الاخوان والاخوات ديالنا، وما تطلبوش شي حاجه اللي مستحيله. يكفي انكم تقوموا بتحديد او تحيين الاتفاقيه بعجاله. كفانا من الكلام او الخرجات الاعلاميه في اللقاءات تاعكم تقولوا لنا بانه رسلنا لهم رسلنا وباقي ما ردوش عندنا. الجانب الايطالي تيتهرب، اكبر متهرب في حل هذا المشكل هو السلطات المغربيه. تواصلنا مع الاداره ديال رخص السياقه ديال السيارات الموتوريزاسيوني، وقالوا لنا واكدوا لنا في مجموعه ماشي مدينه وحده، مجموعه من المقاطعات تاكدوا لنا بانه المشكل جاي من المغرب، المشكل واقع مع السلطات المغربيه. فهاد الناس اللي تتشوفوا وغادي تشوفوا في هذا الفيديو هما راه عيا مغاربه، هما مواطنين مغاربه وتيفتخروا بمغربيتهم، فلا يمكنكم حرمانهم من هاد الحق اللي تيخولوا لهم الدستور، حق اللي تيتمتعوا به كاع الجاليات كاع الجنسيات المتواجده في ايطاليا وفي مجموعه من الدول الاخرى. الا حنا كجنسيه مغربيه دائما مقهورين، دائما مسخسخين مع الاداره والمسؤولين المغاربه. باقي ما وصلناش لذاك الوعي انه مسؤول يتعامل مع مواطن كانه بنفسه او كانه يعني ابنه الاخ ديالو. بركه من الاستهتار وبركه من الضحك على الدقون، العصور القديمه راه مشات. هاد الناس هادو دابا كل واحد واعي بحقه اللي تيقولوا ليه الدستور، كل واحد واعي بالحقوق وبالواجبات ديالو. فكيف تطلبوا من هاد الجاليه هادي تكون احسن سفير للمملكه المغربيه في كل بقعه تواجدوا فيها؟ تيكونوا مطالبين كذلك بشحال من حاجه، تلقاوهم محرومين من ابسط الحقوق ديالهم. ودائما كيف تنقول الحقوق كثيره اللي مهضومه ديالنا كجاليه، ولكن على الاقل حنا حاليا الاخوان والاخوات اللي هنا منذ فتره او اللي عندهم امورهم ميسره، كنا الان تنطلبوا كلنا يد واحده. شخصيا انا عندي الان الاولويه انكم تسووا هذا الموضوع، هذا تلقوا لهذا الموضوع ديال رخص السياقه ديال الاخوان ديالنا وتعجلوا به، يكون هو اول هم ديالكم لاقفال هذا الموضوع هذا ونشوفوا مواضيع اخرى. الاولويه الان نعطوها للتحديد وتحيين هذه الاتفاقيه ديال رخص السياقه. ونصيحه للاخوان والاخوات، حاولوا تكتفوا الجهد ديالكم. تنشوفوا هاد الاخوان بشكل اللي في هذا الفيديو هذا يعني مشاو تكبتوا على السفر، جايين من مناطق عديده، كاين اللي جاي من توسكانا، كاين اللي جاي من لاتسيو، كاين اللي جاي من الجنوب من كامبانيا، كاين اللي جاي من يعني من مجموعه من المناطق بيمونتي لومبارديا، باش يوقفوا هاد الوقفه الاحتجاجيه، هاد الوقفه اللي يمكن تكون هي السبب او تحرك العجله الاداريه لحل هذا المشكل. فالمره اخرى نتمنى انه الاخوان يكونوا تكون سند كبير ويكون دعم كبير من طرف الاخوان والاخوات، على الاقل الى كثرات الاصوات المتعاليه يقدر يكون يعني تجاوب من الطرف الاخر. هذا هو اللي كنتمنوا انه المشكل يتحل بعجاله. نتمنى لكم امسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.